الهجرة حكي المسلح طيروا واش كاين خير المحبوب خلاص حكي المسلح الشرطة والحنوشة. الأمر الثاني الشرطة والدرك إخواتنا حتى حينما يظلموننا، وقلنا نفعلهم شعار يا البوليسية عاونونا ندوا الاستقلال أو شيء من هذا القبيل كما تشوفوه أنتم. المهم أن نجلبهم إلينا بالكلمات الطيبة مهما كانت. دع علينا الأمر الواقع وتمت الانتخابات وفاز من فاز، ما على الشعب فعله بعد ذلك. ثورة مسلحة، لكن فرضوا لكن وصلوا وين فرضوا لكن الشعب حاب يتحرك هي تسلح. أخيرا حتى لو طيل عليكم، وحدة الشعب وحدة البلاد ووحدة الجيش هذه من المقدسات التي يجب أن نعمل عليها في كافة الظروف وتحت كافة الضغوط. لا نسمح بأن تتشقق لا وحدة الشعب ولا وحدة البلاد ولا وحدة الجيش. لا السلام عليكم عز الفلاح الاحرار، ان شاء الله تكونوا بخير. كما شفتوا في المونتاج هذا اللي شفتوه، دونك باش نجاوب ثاني على سؤال اخر ولا على هدره الاخرى، لا يدور على الاحرار داروا على بعضهم ولا الاحرار باينين وثوابت التوحه باينين، السلميه والوحده ثوابت تاعنا والاصول تاعنا، هذه الهضره خوتي. اما واحد من نهار الاول العنف ومنه من يصير الحراك للعنف حوس يتجهضوا في الايام الاولى تاعو، ومازال ذوق يحاول ويحاول ويحاول، ما يحبش الرجال هو على كل حال مرتزق هذا رحماني، ما يحبش بزاف صوالح تاع أولوية الداخل على الخارج، بزاف بزاف صوالح ما يحبش. هذاك مديور أصلا باش يجهض باش يدخل في العنف باش يدخلنا في العنف، ما تقدرش عليها ونزلك بعيد على وش راك ناوي، وعمرك ما تقدر. جروزي بعمره ما يتربى، المرتزق في التسعينات عمره ما يكون احرار ولا من الاحرار ذكا. ومسح فمك وشلل فمك المدقلص هذا قبل ما تهدر على الاحرار. وتاني روح للجانت وروح للاسكرام وروح الاهجار وروح للجوي هذوك، شوف الاثار بالك توعك الاثار هذوك، ولك تحوس عليها تاع ماشي عرب القضاء بعد يخرج واحد اخر ماشي قبايل حبيتو تدخلوا ثاني من البوان هذاك، شغل تجبدو توارق بجيه وتجبدو هذوك بجيه، ما فيهاش والله ما فيها. غير شوف كاش ديسك واحد اخر ولا روندي كيما قاعد تلعب، خرج من الاف اف في وتدخل من هي وخرج من الكرية وتدخل من هي، زيد شوف كاش ديسك واحد اخر بدلو لا باسكو ما تاكلش هذيك، انت مرتزق وعلى بالنا بلي انت مرتزق وانفلتري وكمل العب ماشي مشكل العب خلاص عليكم صاحبي، ما فيهاش هذا الخطر ان شاء الله.